حياكم الله في ديالى لا أمن لا حكومة محلية، والخروقات تتوالى بحق الأجهزة الأمنية. خطف واختيالات بالجملة وغياب للخدمات، وواقع يعيش على الصراعات. لا توافق سياسي ولا جهد استخباري ولا كاميرات حرارية ولا إجراءات استباقية، وأخبار الاستشهاد والتشيع تصدر الأحداث المحلية. أما المطارات العراقية فما بين الهبوط والإقلاع، معايير دولية تبحث عن التطبيق قبل التحليق. تعددت السلطات بسبب غياب الإجراءات والحاجة الماسة للإصلاحات، فهل تحقق ما ينعش الطائر الأخضر في سماء أوروبا أم سيبقى راقداً في غرف الإنعاش؟ وياكم ملفنا الأول مع التقرير للزميل شيبان سامي حول الأوضاع السياسية والأمنية في محافظة ديالى بعد الخروقات الأخيرة، لنتابع. اتساع نطاق الخلاف السياسي المتقلب في محافظة ديالى، حيث تتعاظم الانقسامات والتوترات بين القوى السياسية المتنافسة على منصب المحافظ، مما يلقي بظلالا من التوتر والمخاوف على استقرار أمن المحافظة ونسيجها المجتمعي. يستوجب من القوى السياسية حقيقة في هذا الظرف أن تذهب باتجاه كيف تحقق المصلحة العليا، وهي مصلحة الشعب، مصلحة أهالي ديالى. البقاء في قضية الصراع على المكاسب السياسية حقيقة يؤسف له. عملية الخلاف السياسي هو لمصلحة حزبية، لم يكن هنالك عائق لا قانوني ولا دستوري، وربما قد حتى القوى السياسية في ديالى تجاوزت العرف السياسي والاتفاقات السياسية، مما فقدنا عدم استقرار في الحياة العامة في المحافظة، وربما قد تكون لدينا أحداث بالمستوى السياسي بالمستوى الأمني وحتى المستوى المجتمعي. تعود مجددا هجمات تنظيم داعش الإرهابي في ديالى مستغلة الوضع المتأزم، فيما يرى مراقبون استمرار التصعيد السياسي ينعكس سلبا على المشهد الأمني الذي بدأ يتراجع في الآونة الأخيرة وينذر بخطر كبير على المحافظة. هناك خلايا إرهابية نائمة في بعض المحافظات العراقية التي تستغل الوضع الأمني المتذبذب في منطقة في محافظة ديالى، وما نتج من أحداث يوم أمس أثر على الوضع الأمني واستشهاد عدد من الجنود وضابط في محافظة ديالى. حقيقة كل هذه بسبب المناكفات السياسية ما بين القوى السياسية في محافظة ديالى. رغم استقرارها أمنيا في السنوات الأخيرة، داعش ينشط هجماته مجددا في محافظة ديالى، فيما يحذر المراقبون من تكرار تلك الهجمات نتيجة الفراغ السياسي الذي تعيشه المحافظة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع الخبيرة الأمني والعسكرية الأستاذ صفاء العسل، حياكم. أهلا وسهلا أستاذ صفاء. بصراحة ديالى لا حكومة محلية ولا استقرار سياسي أو أمني، شنو الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى قناتكم. الله يسلمك. الحقيقة احنا نتكلم على محافظة ديالى، محافظة ديالى يعني. اسمح لي أستاذ صفاء قبل أن تبدأ نأخذ هذا الفاصل، لأنه على ما يبدو أكو مشكلة بصوت حضرتك. جديد بالخبير الأمني والعسكري الأستاذ صفاء العسم، حياك الله. من حياكم سألت الله. قبل قليل ديالى لا حكومة محلية ولا استقرار أمني ولا عسكري، شنو الأسباب؟ يعني أولا احنا نتكلم على محافظة هي ضعيفة من هذا الجانب منذ فترة طويلة. طبعا الأسباب كثيرة، يعني أولا هي محافظة قريبة من حوض جبال حمرين أو في نهاية حوض جبال حمرين، وهذا الحوض الكل يعرف إلى أنه تنظيمات الإرهابية، تنظيمات داعش الإرهابية هي مستقرة إلى حد ما في هذه المنطقة،
زائدا بعد الأقضية والقرى والنواحي لمركز المحافظة مما سمح إلى أن داعش يخترقون هذا الموضوع. احنا تكلمنا بهاي النقطة بالذات منذ فترة طويلة، يعني في فترتها، سنقول الآن الوضع تحسن شوي، ولكن في فترتها كان داعش يأخذ أتاوات من الأقضية والقرى اللي موجودة، يعني منطلقة من منطقة حمرين يروح على القرى القريبة من هذه المنطقة يأخذ أتاوات. بالضبط، هو استقرار الرئيسي، خلينا نقول أو الخلايا النائمة المتواجدة، اللي هم خلايا النائمة اللي هم أبناء العراق، يعني من اللي منتمين إلى تنظيمات إرهابية. هذه يعني الحوض هو يسمح إلى هكذا مجال، يسمح إلى أن يكون هنالك تحركات به، باعتبار إلى أنه يمتد من الإقليم، يعني من محافظة أربيل نزولا إلى محافظة ديالى. وطبعا محافظة ديالى تعتبر من المحافظات الخطيرة جدا أمنيا، لأنه هي أقرب محافظة إلى العاصمة بغداد، والعاصمة بغداد يهمنا أن تكون يعني استقرارها الأمني مستقر. كبير جدا. زائدا الآن يعني احنا نتكلم على عدم توافق سياسي، هسه أنا مو سياسي، ولكن عدم توافق سياسي، عدم وجود قائد للمحافظة اللي هو المحافظ. طبعا يعني القوى الأمنية تأخذ أوامر من جهات، ولهذا إرباك المشهد السياسي يأثر على المشهد الأمني، ولهذا نشوف إلى أنه دائما الخلل موجود في محافظة ديالى، باعتبار إلى أنه ديالى أولا لكثرة الأطياف، تدرين الكل يعني متنوع. مشتركة بهذا الموضوع، زائدا هنالك نسبة كبيرة من كل الأطياف، يعني السنة الذي هم كثير من الكتل هنالك، والشيعة وحتى التركمان والمسيح لديهم نسبة كبيرة، ولكن هذا الموضوع هو يأثر كليا على أمن المحافظة، باعتبار إلى أنه امتداد المحافظة على مستوى قرى وأغذية ونواحي هو امتداد كبير جدا، يعني يصل إلى حدود محافظة صلاح الدين. طيب أستاذ صفاء، لما أنتم مشخصين حوض حمرين هو المشكلة وبخلايا وبقايا لداعش الإرهابي، ليش ما تكون أكو عملية استباقية لتطهير هذه المنطقة؟ نحكي بصراحة كلش وياك، هذا الموضوع كان بتبنيته يعني قوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. الكل يعرف إلى أنه نحن لدينا ضعف في الأجهزة، كانت على مستوى الأجهزة الاستخبارية والأجهزة الأمنية، وخاصة نحن نقاتل داعش أمنيا واستخباريا، يعني لغاية الآن هنالك ضعف في تجهيز العراق من جانب الاستخباري والأمني، ولا بالإمكان عملية رصد أو حصد هذه المجاميع المتواجدة في حوض جوال حمرين، هذا الحوض العملاق. ولكن هنالك سيطرة جوية أمريكية كان الأجدر أن تكون هي المسؤولة عن هذا الموضوع، عن طريق طائرات مسيرة، عن طريق أجهزة استبكان، عن طريق متابعة، ولكن الضعف هنا ست نور، يعني احنا نتكلم على ضعف، ولهذا العراق الآن يعني جاد كليا في إكمال تجهيز العراق لغرض إنهاء وجود قوات أجنبية أو قوات التحالف. هذا إحنا نسمعها من سنوات، لكن حتى كاميرات حرارية ترصد لك تنقل الإرهابيين ماكو. ما عندنا طبعاً، هو إحنا ليش نقول يعني إحنا نقول عندنا نقص في سلاح الدفاع الجوي، هسه خلينا نتكلم يعني بعمومية أكثر. والدفاع الجوي هو الآن الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف تدعي إلى أنه هي المسؤولة عن سماء العراق، علما إلى أنه اخترقت سماء العراق بأكثر من مرة. هسه كانت على مستوى الشهيدين، شهيد المهندس وضيف العراق سليماني، وإن كانت على اختراق طائرات بضربات على مستوى أمري ألوية بالحشيد، أو كثير يعني أساني ماريد أعددك، هذه كلها تجي منين؟ يعني جت من ضعف، لأنه كان من المفروض هذه إحدى يعني المستلزمات الرئيسية لقوات التحالف في حماية سماء العراق، والدليل اخترقت السماء ولم يكن هنالك أي رد. الموضوع الاستخباري أيضا هكذا، يعني احنا نحتاج ان نكون الاستخبارات ايش تحتاج حتى تروح تطهر هذه المناطق؟ تحتاج الى طائرات مسيره لمعرفه اماكن تواجد الدواعش، لمعرفه الخلايا النائمه لداعش، لمعرفه الدعم اللوجستي من اين ياتي، كيف يصل. احنا نتكلم على جهات يعني لهم رواتب ولهم ارزاق يوميه ولهم بنزين وعجلات وسلاح وعتاد، هذا موضوع كبير ست فرح. تحكي يعني على الإرهابيين أستاذ عندهم كل هاي الامتيازات؟ يعني الإرهابي منين سلاحه؟ من وين يجي؟ شلون يوصل؟ هو يوصل، هو هي المشكلة هنا، يعني المشكلة بالأذرع الداخلية. شوفي هذا الموضوع له علاقة بأذرع خارجية، طريق المال ووفرة المال وتجهيز العراق بأذرع. بس فهمني الله خليك، لأن أنا ما أفهم، هم في منطقة حمرين المنطقة النائية والوعرة واللي صعب أحد يوصل لها، من يوصل لهم سلاح؟ أذرع داخلية داخل العراق. العدد الأرزاق اليومية شلون توصل؟ شلون توصل أرزاق يومية؟ أكو أرزاق طرية
انت يعني مو عارفه كليا بالجانب العسكري. لا. الارزاق الطريه هي ارزاق يوميه. زين. يعني الخضر والبيتنجان والاشياء الطريه مو زين. مو الجافه. زين. الطريه هاي تتوزع يوميا، شلون توصلهم يوميا هي غير عن طريق اذرع؟ وين القوات الامنيه؟ وين الجهد الاستخباري؟ اذا احنا نتكلم على ضعف في هذا الموضوع، زائدا اذرع داخليه، زائدا وسع المحافظه وكبرها وقربها من جبال حوض جبال حمرين، زائدا بعد القرى والاغذيه والنواحي، زائدا تواجد داعش. وهذا الموضوع يتعلق بالجانب السياسي، ساني ما اريد ادخل به، ولكن السياسه في هذا الموضوع هنالك تاثير كبير جدا، وخاصه في محافظه دياله. شوفي النزاعات دائما اذا تنتبهين بكل محافظات العراق باستثناء محافظه دياله هي لديها خلافات ولديها مشاكل كبيره، ولا حد قبل بحدود 90 يوم او 4 أشهر كان هنالك عمليات قتل داخل قتل عوائل باكملها داخل المحافظه. اباده كانت كامله. طيب رح نرجع للجهد الاستخباري، شلون تقيمه في محافظه دياله بعد المعلومات اللي حضرتك هسه قلت عليها؟ يعني انا متاكد الى انه هنالك ضعف استخباري، هنالك تعاون مع تنظيمات داعش والتنظيمات الارهابيه بهذا المكان. تعاون من منو؟ من الاهالي، من اهالي المناطق. هذا يؤشر الى خلل استخباري بالموضوع. ولا انت من احنا من نقول ياخذون اتاوات معناها معروفين هم، معناها الناس اللي موجودين بالقرى والاغذيه والنواحي اللي ضمن حدود محافظه دياله اللي هي تبعد، حتى اكون امين بنقل المعلومه، اكو اغذيه واكو قرى في دياله تبعد اكثر من 60 كيلومتر 70 كيلومتر، تدرين هذه صعب جدا الوصول لها. ست نور احنا نتكلم على مسك الجانب الامني بشكل حقيقي، ان كانت هنالك تنوع بهذا الموضوع وان كانت هنالك مشاكل سياسيه بهذا الموضوع كلها تاثر على الجانب الامني للمحافظه. والدليل هنالك خسائر، يعني اللي حدث هو يعني استشهاد امر فوج عقيد ركن خالد من ضمن لواء 93 والفرقه 21. لا زالت دياله منطقه مخترقه ومتعدده الاطراف، وبصراحه كل الجهات السياسيه تاخذها يمنه وتاخذها يسرى، وهذا يؤثر على الوضع الامني. شنو الحلول استاذ صفوان؟ والله يعني اقول لك الى انه هنالك نزاعات وصلت ما بين مرشحين، هسه احنا الموضوع انتهى، بس في فتره الترشيح كانت هنالك ما بين مرشحين ارسلوا يعني جهات لها علاقه بالدواعش لغرض الضرب هذا المقر او ضرب هذا الخيمه او ضرب هذا الموقع. يعني هذا يتقوى بالدواعش على ابن بلده؟ بالضبط، هو هذا اللي دا يصير. زين، هاي بعلم الحكومه ومو بعلمها؟ اكيد بعلم الحكومه انه يحدث هكذا امور، ولكن هذه كلها يعني مبطنه، كلها علاقات داخليه، كلها من اضمن لك اني الى انه جهات تتعاون مع داعش لغرض السيطره بهذه المحافظه، هذا يؤشر الى انه محافظه ضعيفه. يعني عدم وجود تكافؤ ما بين المسؤولين عن المحافظه، اليوم هسه احنا نحكي على عدم وجود محافظ، مين تاخذ الاوامر؟ يعني الشرطه المحليه والشرطه الامن والاستخبارات والمخابرات. هسه من يمشي امور محافظه دياله الامنيه؟ حاليا يعني تمشيها الوكيل يعني بالوكاله يشتغلون. هل هو على خبره على درايه؟ لا طبعا، لا طبعا، بقياده هذا الملف. الضعف موجود في محافظه دياله بشكل كبير. زين. ودواعش يستغلون كبر المحافظه وعدم وجود محافظ او عدم وجود رئيس مسؤول، ولهذا كانت عمليات الضرب تتم بين محافظه صلاح الدين ومحافظه دياله. بصراحه تتوقع دياله راح تكون الخاسره الرخوه لمحافظه بغداد؟ الدواعش راح يعيدون تنظيماتهم في هذه المنطقه؟ من عام 2014 لغايه الان هي الخاسره الرخوه لمحافظه بغداد، من عام 2014 نقطه راس سطر. والسبب لانه كل الدواعش اللي وصلونا بنسبه كبيره، طبعا سامراء يعني محميه بشكل كفو وعدم ماكو احد يقدر يخترقها، ولكن دي يخترقوها عن طريق محافظه دياله، ونسبه كبيره جدا من عمليات التفخيخ والتفجير والعجلات المفخخه هي وصلتنا عن طريق محافظه دياله على مدى السنين الطويله. نتكلم على 10 سنوات ست فرح، 10 سنوات. 10 سنوات تقول لي من 2014، تتوقع سيناريو اباغه القوات الامنيه من محافظه دياله؟ يعني المفروض ان يكون هنالك تغيير بال يعني في كثير من المفاصل الجانب الامني لمحافظه دياله، اسوه ببقيه المحافظات اللي موجوده على جبال حمرين، علما الى انه دوله رئيس الوزراء يعني القائد العام للقوات المسلحه مصر الى انه عام 2014 عام عفوا 2024 هو عام انتهاء تنظيمات داعش بهذا القاطع، ويجب ان يكون هنالك تعاون امني مع الجميع. اذا احنا نتكلم، انت ذكرت مشكله مركبه، ده تقول قوات التحالف هي مسؤوله عن السماء وهي الان. نعم. زين، في عام 2024 لازم تنتهي تنظيمات الارهابيه في العراق، شلون ممكن نسوي احنا هذا الربط؟ اول عمليه طلب لشراء احنا يعني
اشترينا 41 طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي F-16، زائدا اكو طائرات هدية حسب ما سمعت انه 5 طائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. تعزيز القدرة القتالية العسكرية داخل محافظة ديالى او بهذا الشريط الطويل، كل ما يكون هنالك تعزيز للقدرة القتالية كل ما يكون هنالك كفاءة للمؤسسة العسكرية العراقية. يعني اذا احنا استطعنا ان نحقق الكفاءة العالية في عمليات الدفاع الجوي ويعني في عمليات السيطرة الجوية والعتاد اللي او السلاح اللي خاص بضرب السلاح القادم من خارج الحدود، زائدا بالجانب الامني والاستخباري اللي هو نتكلم على رادارات، نتكلم على كثير من المفاصل الخاصه بالاستخبارات، ان كانت على مستوى نواظير وان كانت على مستوى طائرات مسيره وان كانت على مستوى رادارات حتى ليليه ونهاريه ومراقب. هذه اذا استطعنا ان يعني نحقق او كان هنالك تعاون امريكي اكثر بهذه النقطه بالذات. شوفي الامريكان يعني اذكياء مو اغبياء، يعني هنالك مفاصل في تسليح المؤسسه العسكريه العراقيه مفقوده من داخل العراق لغايه الان، لان تسمح لهم ان يطيل فتره البقاء باعتبار الى ان العراق غير مستقر لغايه الان. هذه نقطه كلش مهمه. الامريكان بصراحه مسؤولين عن تواجد داعش في هذه المناطق؟ ما بي شك يعني، ولا البعض يقول لك لا الدواعش بعيدين وماكو ربط وهاي نظريه المؤامره، انت تحكيها بصراحه. ست نور احنا انياتش علي ست فرح اني العفو ست فرح اسف جدا ولا يهمك، انياتش اتفقنا بالحلقه باحدى الحلقات الى انه الامريكان قادرين على ان يضربون شخصيه معينه بوسط الجميع، مو قادر ان يكشف الدواعش بحوض جبال حمرين. ماني مرات اسال اقول هي قحط كاميرا حراريه قحط رادارات، يعني هذه كلها دولة يعني ما ممكن تستعين بطائرات مسيرة حتى تكشف الإرهابين زي قاعدة بيانات. ولهذا العراق الآن ابتدأ يعني ينفتح بجانب التسليح، وإذا قصرت الولايات المتحدة الأمريكية هنالك بدلاء كثير يعني على مستوى عروض من روسيا من كثير من دول العالم حتى أوروبا. حتى لو أكو عروض اليوم العراق الولايات المتحدة تسمح للعراق أنه يمومي سيناريو أستاذ صفاء، بس العراقي يفكر يروح ينوع مصادر التسليح ألف سيناريو تلقاه حاضر على إذا ما نوع يعني إذا ما نوع مصادر التسليح ست فرح مجبر أن يجهز العراق بالتسليح، لأنه هو الآن على أبواب إنهاء تواجد قوات أجنبية على الأرض العراقية. طبعا أكو نقاط رئيسية تسمح له أن يبقى، ولهذا هو دي يتعامل بها. شوف الدواعش اللي موجودين الآن في معسكر الهول على الحدود العراقية السورية هم يعني اوراق تهديد بيد امريكا. راح اناقش وياك هذه الحضره بس ويا حضرتك، لكن ارحب الان بالنائب علي البنداوي عضو لجنه الامن والدفاع النيابيه. حياك الله استاذ علي. بصراحه ما الذي يحول دون استقرار الوضع السياسي والامني وتكرار الخروقات في محافظه ديالى؟ ليش دائما ديالى مضطربه وما مستقره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك. تسمعني استاذ علي؟ يبدو أنني فقدت الاتصال، عذراً لرداءة الاتصال، سيحاول الأخوة الاتصال به من جديد. نعم أستاذ صفاء، كنا نتحدث عن أوراق الضغط في مخيم الهول، دائماً نحكيها في وسائل الإعلام لكن للأسف من نلقى أذان صاغية لهذه ورقة الضغط الكبيرة. لا إحنا لاقين الأذان الصاغية ومؤشر الموضوع ومثبت وإحنا عارفين جيداً إلى أكو شغل على أرض الواقع؟ ما هو هي معسكر الهول أصلاً هو خارج الحدود العراقية، ولكن هم شوفي تتقصد الولايات المتحدة الأمريكية أو الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع أن يبنى معسكر بحدود كيلومتر على الحدود العراقية. شوفي إيش قد أكو نقطة تهديد قوية، زائداً قوات سوريا الديمقراطية قسد اللي هي مسؤولة عن هاي المعسكرات، وهذا التهديد دي وصلنا من هنا. إحنا عندنا تهديد أن الدواعش يعودون، وكما ذكر كثير من المسؤولين الأمريكان إلى أن العراق لغاية الآن غير مستقر واحتمال أن نعود للمربع الأول وداعش لم ينتهي من العراق، وهذه البروباغندا اللي تنطلق يوميا. زائدا عدم تزويد العراق، أنا لو عندي سلاح حقيقي كفو قادر أن أشخص الدواعش أينما وجدوا أنا أضربهم، ما عندي مشكلة. أنت عندك التسليح وعندك الوعي وعندك الكفاءة للرد على أي خروقات إرهابية. أرحب الآن من جديد بعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الأستاذ علي البنداوي. حياك الله سيادة النائب. سيادة النائب، سألتك ما الذي يحول دون استقرار الوضع السياسي والأمني وتكرار الخروقات في محافظة ديالى؟ ليه دائما محافظة ديالى مخترقة وغير مستقرة سيادة النائب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمتابعيكم. طبعا بطبيعة الحال محافظة ديالى واحدة من المحافظات
التي يعني دائما ما تكرر فيها خروقات أمنية، يعني حالها حال مناطق حزام بردار، وأعتقد أسباب كثيرة في مقدمتها عدم وجود انسجام سياسي، وكذلك كانت سابقا جزء كبير من محافظة ديالى حاضنة للجماعات الإرهابية، واليوم دائما الخاصرة الرخوة في يعني في محافظات تجدها في محافظة ديالى مثلا، ويستغل الإرهابيين وجود يعني حواضن لوضعهم، وبذلك اعتقد يعني لابد ان يكون هنالك يعني لدى قواتنا الامنيه يعني حيث امني استخباري، تكثيف العناصر الاستخباريه، القيام بعمليات استباقيه من اجل القضاء على ما تبقى من يعني فلول داعش او العصابات الاجراميه. سياده النائب، سياده النائب، قبل ما تقوم القوات الامنيه بعمليات في محافظه ديالى، غير لازم ينحسب من الملف السياسي، لازم يكون اكو حكومه محليه، يكون اكو قائد للقوات الامنيه مسؤولين عن هذا الملف حتى يدار بطريقه صحيحه وبالتالي تطهر المحافظه. طبعا بطبيعه الحال احنا خلينا نكون صريحين، يعني الوضع السياسي هو ليس بالوضع الضاغط على الوضع الامني بصوره عامه، اليوم مثل المحافظه وان كان فيها يعني خلاف على وجود السيد المحافظ، لكن اكو اداره بالمحافظه، اكو مجلس محافظه، اكو قائد شرطه، وقياده الشرطه هي مرتبطه بوزاره الداخليه، اكو افواج طوارئ، اكو قوات امنيه ماسكه للارض، قوات اتحاديه. لذلك يعني ما اعتقد فقط يعني هو العامل السياسي او عدم وجود حكومه محليه او انتخاب محافظ جديد لمحافظه ديالى، كان يعني في وقت المحافظ السابق والحالي نفسه هنالك خروقات، ولكن هناك يعني اعتداءات تحدث بين الحين والاخر. الاعتداءات موجوده لكن ما نحتاجها حقيقه، ما نحتاجها، هو يعني تضافر الجهود بين المواطن بالدرجه الاولى والقوات الامنيه، وبذلك اعتقد يعني اذا كانت هنالك يعني نيه حسنه لدى الجميع، محافظه ديالى اليوم محافظه مهمه بالنسبه للشعب العراقي بصوره عامه، التعايش السلمي اليوم يقطنها شيعة وسنة وأكراد وباقي يعني أقليات عراقية، إذا لابد يكون هنالك يعني تعاون على المستوى الشعبي وكذلك على المستوى الحكومي، الإبلاغ عن العصابات الإجرامية. سيادة النائب، قبل التعاون من المواطن، هو احنا كاميرات حرارية ما عندنا ترصد التحركات الإرهابيين في المنطقة. طبعا صح، تمام تمام، نحتاج احنا هذا شخص ثاني نتحدث فيه. طيب نحتاج الى ذكرت لابد ان يكون هنالك يعني حس استخباري وعناصر استخباريه، إذا نحتاج الاستخبارات الى كاميرات حراريه. اذا الاستخبارات ما عندها اجهزه تساعدها ان يكون حسها الاستخباري عالي في هذه المحافظه، شلون ممكن تتحرك؟ وحضرتك سياده النائب تدري قبل اشهر صارت بالتهوات وبالاسلحه وعصابات ومافيات منفلته في محافظه ديالى وجهه تهدد جهه على مد منصب سياسي. نعم طبعا صار عندنا لقاء في لجنه الامن والدفاع، استضافينا السادة قاده العمليات في محافظه ديالى وقائد الشرطه في محافظه ديالى، وتحدثنا كثير عن هذا الامر، عن ضروره يعني دعم الاجهزه الامنيه، وكتبنا كذلك لدوله القائد العام للقوات المسلحه للسيد وزير الدفاع للسيد وزير الداخليه بضروره ان يكون هنالك تجهيز وتسليح لمحافظه ديالى سواء على مستوى وزارة الداخلية أو الدفاع أو العمليات المشتركة، يكون تجهيز استثنائي على الاعتبارات كثيرة، أولا لوجودها مع محافظات مجاورة إلها تهدد أمن وسلامة محافظة ديالى. نعم. وكذلك لابد أن يتم رفدها بالكاميرات الحرارية وبالأجهزة المتطورة وبالدعم اللوجستي الآخر لكل القوات الأمنية. نعم شكرا. اعتقد هنالك يعني نعم. خطه لدى وزاره الداخليه وكذلك وزاره الدفاع بضروره يعني ان يتم تجهيز وتسليح القوات الماسكه للارض في هذه المحافظه الكريمه من اجل القضاء على هكذا يعني اعمال اجراميه تحدث بين الحين والاخر. نعم شكرا جزيلا عضو لجنه الامن والدفاع النيابي النائب علي البنداوي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. شنو راي حضرتك استاذ صفاء بما تفضل به سياده النائب؟
إذا لجنة أمن الدفاع ممثلين الشعب العراقي مقادرين أن يأثرون على القوات الأمنية، لا من يأثر؟ أن يأثر؟ يعني يقول لك وزارة الداخلية ستشرع بحملة لتسليح القوات الماسكة في محافظة، ستشرع يعني بعد تحتاج وقت. يعني وين لجان الأمن والدفاع بالمحافظة؟ يعني هذا الحكي مو متأخر؟ احنا نتكلم ست فرح، نتكلم على موضوع بأرواح ناس. هسه أنت حضرتك ذكرتي موضوع التهوات وهذه واحدة من مئات الحالات. صحيح. يعني احنا ما نحكي اللي دا يحدث الآن داخل القرى والأغذية والنواحي، يعني من قلت لك ياخذون أتوات، ياخذون أتوات لغاية الفترة هذه يعني القريبة، أتوات ياخذون يشتغلون ياخذ منه فلوس. اكو جهات سياسية تدعم الدواعش بصراحة الصفر. يعني خلي هالشكل نحكيها، أنا أضمن لك أكو جهات سياسية تدعم الدواعش، أضمن نقطة راس سطر، ولا إحنا تحاكينا بهاي النقطة بالذات ست فرح الله يحفظك، معقولة أكو أذرع داخلية تنطي توصل أرزاق يومية للدواعش؟ هسه أنت راح تقولي لي ماكو دواعش غربة، ممكن هم نسبة 5%، هم مو هواية، ولكن الـ 95% من الدواعش من أبناء العراق ذولا وين المختارية؟ وينها أبو الشرطة المحلية؟ وينها أبو العشائر؟ وينهم؟ حضرتك قلتها نقطة رأس سطر، أكو ضعف استخباري في المحافظة، لأنه إذا أكو ضعف استخباري كل هذه المعلومات ما راح تقدر تحصل عليها. توصل المعلومة قبل ما توصلك وتوصلني بعد. شكرا جزيلا الخبير الأمني والعسكري الأستاذ صفاء العسل، نورتنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. ملفنا الثاني راح نفتح وياكم بتقرير انفوغراف عن واقع المطارات والخطوط الجوية العراقية، لا سيما الحملات التفتيشية لسلطة الطيران. لنتابع. نرحب ونفتح وياكم ملفنا الثاني بالباحث والاستشاري في مجال الطيران الأستاذ فارس الجواري. حياك الله أستاذ فارس. مساء الخير سيدتي الفاضلة، وأهلا وسهلا بيك وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية أسألك، كيف تقيم واقع المطارات العراقية؟ والله حقيقة هو المطارات يعني بالفترة الماضية وخصوصا بالعقدين المنصرمين من الزمن من بعد 2003 كانت تدار من قبل سلطة الطيران المدني العراقي في مخالفة قانونية واضحة لقانون الطيران، كون سلطة الطيران المدني العراقي لن يسمح لها القانون، أنا أقصد قانون الطيران العالمي، قانون المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، بأن تدير مطار. هي واجبها أنه ترخص، واجبها أنه تدقق عمل المطار، لذلك فكان بالفترة اللي فاتت المدقق هو نفسه يدير المطار، لذلك كان أكو إخفاقات كبيرة وعديدة لازلنا نعاني من تبعاتها حتى بعد ما انفصلت المطارات عن سلطة الطيران وأصبحت شركة مثل ما كنا نطالب بها. وكان ولكن سيد ميثم رئاسة الوزراء الحالي دور في فصل هذا الموضوع. قبل عدة أشهر زار السيد السوداني رفقة مع وزير النقل المطارات وفصلها بالفعل عن سلطة الطيران. العفو أستاذ فارس، فصلها عن سلطة الطيران ونقلها لوزارة النقل، لكن ما تبدل شيء من خلال هذه الأشهر، لا زال واقع المطارات كما هو. هو أنا دا أسترسل بالحديث يعني حتى أوضح للمشاهد اللي كان حاصل واللي دا يحصل الآن.
الخطوة اللي اتخذها رئيس مجلس الوزراء بفصل المطارات عن السلطة هي خطوة إيجابية وخطوة في طريق إصلاح قطاع المطارات، لكن كان لها نقص في هذه الخطوة. النقص هذا أنه المطارات من انفصلت عن السلطة تبعت شركة الملاحة الجوية. شركة الملاحة الجوية فعلا هو طيران، لكن الطيران باختصاص الملاحة الجوية يختلف عن اختصاص إدارة المطارات. لذلك إدارة المطارات من صارت على الملاحة الجوية والإخوان بالملاحة الجوية برغم أنه هم أو خلينا نقول إحنا نأشر عليهم مؤشرات إيجابية في موضوع الملاحة، لكن هم ما يقدرون يديرون المطارات، خصوصا ما كان وياهم أحد مختص في إدارة المطارات. إدارة المطارات علم، إدارة المطارات يعني بفد خلينا نقول خفايا وبفد تخصصات دقيقة، لأن المطارات هي ليست مؤسسة حكومية تدار من قبل إداري. نعم. لا، المطارات هي عبارة عن مكان التساؤلات والملاحظات اللي حضرتك ذكرتها الآن راح أطرحها على مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السيد ميثم الصافي. حياكم الله ست. أهلا وسهلا. إذا من انفصلت المطارات عن سلطة الطيران المدني وراحت لوزارة النقل، سمعت الأستاذ والمختص فارس الجواري قال لك أعطيت لي الملاحة الجوية العراقية مو اختصاص لإدارة المطارات. شكرا جزيلا لكم تحت الفرصة، أيضا تحية لضيفكم الكريم. ما اعرف مفهوم اعطيت للملاحه الجويه تحت الاداره؟ لا ابدا، هو كانت هنالك شركه جديده اسمها الشركه العامه لاداره المطارات والملاحه الجويه. بالتاكيد العراق يمتلك من العقول والخبرات اللي تمكنه من اداره مطاراته بشكل مناسب، لكن الاخفاقات اللي صارت سابقا هي بسبب التداخل اللي صار بين سلطه الطيران المدني وكذلك اداره المطارات، وايضا بعض الاخطاء اللي سجلت على الخطوط الجويه العراقيه بالحكومات السابقه. عملت وزارة النقل على إعادة ترتيب هذا الموضوع من خلال توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وشكلت لجان متعددة سواء فيما يخص موضوع فصل المطارات وإعادة وزارة النقل، وكذلك فيما يخص الخطوط الجوية العراقية للتخلص من موضوع الحظر الأوروبي، وترأست لجان اثنين إحداها برئاسة السيد وزير النقل وكذلك عدد من المستشارين وأيضا من المختصين والمتمرسين بهذا المجال، وأيضا بالتعاون مع منظمات الطيران الدولي وكذلك شركة بوينغ الخاصة بالطيران. اما فيما يخص موضوع اداره المطارات، وزاره النقل هي صار لها تقريبا شهرين لما استلمت المطارات بشكل عام وهذا الملف. خلال هذا الملف واجهنا بالشهر الاول كثير من المشاكل، تم وضع خطه لاداره المطارات. شنو نوع المشاكل؟ مشاكل اداريه وكذلك مشاكل تخص يعني طبيعه العمل بالمطار بشكل عام، يعني مطار بغداد او المطارات الاخرى، وكذلك دور المتابعه والرقابه ايضا كان ضعيف يعني حسب تشخيصنا له. بالإضافة إلى هذا إنه عملية المزج بين أهل يعني الموظفين أصحاب الخبرة وكذلك الموظفين الجدد تم يعني إعادة دراسة خاصة بهذا المشروع. أستاذ ميثم، بغض النظر عن المشاكل الإدارية لو المالية، حتحدث لك بصراحة وأنقل لك رأي الشارع بكل مهنية وبكل شفافية، المطارات وسخة. إيه هذا الموضوع إحنا جايينكم. المطارات فيها مشاكل إلها أول ما إلها تأثير. هذا الموضوع جايينكم بالإجابة عليه. أولاً المطارات اللي لما استلمها هي المطارات قديمة. الأستاذ الضيف شخص إنه هذا العقد واللي قبله إنه كانت هنالك سوء إدارة وكذلك فشل في المطارات. هي المطارات أصلاً ما كانت تشتغل قبل العقد الفات واللي قبله. يعني العراق مر بحرب 1981 مع الجانب الإيراني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقفت المطارات يعني جزئياً. في بعد 91 ايضا تعرضت المطارات للحظر وما اشتغلت، هي بدات تشتغل وراء 2003 واشتغلت وانفتح عليها المجتمع العراقي بخصوص السفر وكذلك زياده عدد المسافرين بشكل عام. نعم، هذا الموضوع احنا مشخصينه، ما راح نبرر يعني نفسنا ونقول ان السنين اللي فاتت هي سنين يعني تخللها الارهاب وكذلك الوضع الامني كان مو زين، السنتين الاخيره هي سنتين تمثل روح الموظف العراقي بتقديم افضل ما يعني يقدر يقدمه للمؤسسه. ميثم، المسافر اذا راد يروح للمطار واضح راح اجاوبك، انا ما راح فيما يتعلق بالنقل، لكن ايضا يوصل بشق الانفس. لا هسه راح نجاوبكم على هذا الموضوع. بالنتيجه تم وضع خطه شامله زين لهذا الموضوع وتقسمت الى قسمين، خطه خدميه وكذلك خطه يعني واسعه. تم يعني التواصل مع مع مؤسسه التمويل الدوليه الاي اف سي بشان اعاده ترتيب وتنظيم المطارات ودراستها اللي راح تقدمها هي اللي راح تحدد شنو الحلول بما يخص الخطط الاستراتيجيه، اللي هي اولا يا اما توسعه المطار بشكل عام، المطارات بشكل عام، او ترميم المطارات او بناء مطار جديد.
هذا موضوع. الموضوع الاخر فيما يخص الخطط الخدميه باشرنا بها نوعيه بداخل المطار فيما يخص النظافه وفيما يخص التسهيلات، واثمر عنها قرار يعني تم الاعلان عنه بالايام القليله الماضيه حول ان وزاره النقل سيتم فتح المطار امام المواطنين في شهر حزيران ان شاء الله. يا الله. نعم. اذا استاذ فارس، اكثر من 10 سنوات من الحظر الاوروبي على الخطوط الجويه العراقيه، شنو الاسباب من وجهه نظرك باعتبار حضرتك مختص؟ يعني انت حولتيني هسه من المطارات، ولو كان عندي بعض الملاحظات. لا لا لا، لك الوقت استاذ فارس، تفضل انطيني ملاحظاتك وبعدين جاوبني على السؤال. دقائق بسيطه بس. أي ولا يهمك، الاخ المسؤول موجود. يعني انا بالعكس انا مؤيد هذه الخطوه، وكنا نداعي بها احنا كمراقبين وكخبراء طيران في العراق، انه ينفصل المخدم عن المراقب، كون المراقب ما يصير بهذا العمل، هذه مخالفه للقانون. لكن احنا خليني ما طول موجود الاخ الاستاذ اللي يمثل الجانب الحكومي. نعم. انا اللي اتمنى عليه انه شركه المطارات في كل العالم لها فد هيكليه، هذه الهيكليه اللي يكون بها مختصين. هؤلاء المختصين دورهم هو رسم السياسات، وضع الخطط لكل المطارات اللي عامله في الدوله، سواء مطارات استثماريه او مطارات حكوميه، كل المطارات تعمل ضمن خطه تضعها شركه المطارات. انا يعني عذرا يعني هذا مو تدخل في عملهم، اكيد هم واضعين خطط، الناس بده يشتغلون، وفعلا هي بدايه هذه الشهرين، لكن انا بس مجرد مقترحات. يعني أنا جل تقدير واحترامي لمدير شركة المطارات، بس هو مو من واجبه أنه يصير مدير مطار من مستوى أدنى. لازم إحنا بهاي الحالة إحنا المطارات نحتاج إلى مدراء مختصين. يعني المختصين من هم المختصين؟ يعني أنا مثلا ما أجيب مثلا شخص يعمل بالطيران وأجيبه يدير مطار أو يدير ملاحة جوية. خلي نضع الأمور في نصابها. الملاحه الجويه مثل ما موجودين الاخوان بالملاحه الجويه وناجحين. لا. نجاح باهر، وهذا نرفع لهم القبعه احنا كعراقيين، انه شركه الملاحه الجويه شركه لا تضاهي الشركات العالميه. طيب. حاليا او راح توصلها، لكن خلينا احنا ما طول بدينا بالمطارات، خلي نضع المختص في موضوع المطارات في شركه المطارات. عندكم مجلس اداره راح يجاوبك استاذ ميثم. نعم راح يجاوبك استاذ ميثم. ارجو من المسؤول ان يكون يعني ماخذين به. طيب. بالعوده الى سؤالك مال الحظر الجوي، اكثر من 10 سنوات اكو حظر اوروبي. اي العفو، تسمحي لي ولا عندك سؤال اخر؟ لا 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 تفضل، بس حتى اذكر حضرتك اكثر من 10 سنوات من الحظر الاوروبي، شنو الاسباب؟ طبعا يعني اذا الاسباب اذا اريد احكي فيها من البدايه من 2015 ولحد الان فيراد لنا فتح حلقات. لا باختصار لو سمحت. لكن ارجع للاخير. أي. يعني من الاخير احنا الحظر الاوروبي هو شنو؟ هو اكو ناس عبالهم انه اكو حظر سياسي، ولذلك اكو مسؤولين يلتقون بالجانب السياسي من الاوروبيين. خلي اوضح صوره، بالطيران مفصول ومعزول عن موضوع السياسه، الطيران هو سلامه وامن للمسافرين وللطائره. اكو لوائح ومعايير وضعتها المنظمات الدوليه اللي لها علاقه بهذا الموضوع، ومن ضمنها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران اللي هي اللي يسموها الإياسة، أنه أي خطوط خارج تعمل خارج يعني خلينا نقول من خارج الاتحاد الأوروبي وتريد تطير فوق الاتحاد الأوروبي أن تلبي معايير. هذه المعايير لحد الآن شركة الخطوط الجوية العراقية لبت خلينا نقول 50 أو 60%، لكن لم تلبي المعايير 100%. جزء من عدها حتى لا أنصفهم ولا أظلمهم، جزء من هذه المشكله يتحملها ايضا ابو السلطه. كيف يتحملها ابو السلطه؟ السلطه يمنح شهاده تشغيل لشركه الخطوط الجويه العراقيه. نعم. شهاده التشغيل لو يطبقها بمعاييرها صدقيني يا سيدتي يرفع الحظر عن شركه الخطوط الجويه العراقيه، لان شهاده التشغيل ضمن القانون مال سلطه طيران المدني العراقي هي نفس المعايير واللوائح اللي يضعها الاوروبي على الشركات الاخرى. لكن احنا هنا اكو خلينا نقول السلطه ما ملبية كل متطلبات الشركة، الشركة ما ملبية متطلبات، اكو لها علاقة في موضوع مركز الصيانة. نعم. لحد الآن احنا ما عندنا مركز صيانة عامل، اكو موضوع لها علاقة بموضوع الشهادات مال العاملين بها، اللايسنس، الرخص، اكو هواية أمور. احنا الموضوع هو موضوع تقني، موضوع فني، لها علاقة بتطبيق لوائح ومعايير اللي تفرضها عليها هذه المنظمات، إذا لبيناها بعد 6 شهور احنا طبعا الياسه
كل بالسنة مرتين تسوي اجتماع، وهذه الأيام يعني في هذا الشهر لنهايته راح تعقد اجتماع. واعتقد الخطوط الجوية العراقية مع الأسف أقولها ما جابت المدققين ولا لبت المعايير ولا قدرت أنه تلبي لهم هذه المعايير، فراح تتمدد 6 أشهر إلى نهاية السنة. إذا راح ندخل 10 سنين، خلي بهاي 6 أشهر يعني خلي نكون دقيقين في هذا الموضوع. إحنا ليش نروح إلى حلول بديلة؟ حلول البديلة نجيب شركات أجنبية تطير باسمها وتأخذ طائراتنا وتكسرها ورجعنا ما صارت التجربة مال الأتراك قبل فترة. سأتوجه بما تفضلت به. المشكلة إحنا لازم نلبي المعايير. نعم. سأتوجه بما تفضلت به أستاذ فارس، أطرح هذه الأسئلة على أستاذ ميثم. إذا المشاكل تقنية وفنية، ليش ما نحلها ونحقق المعايير الدولية؟ راح أبدي من حيث ما انتهى السيد الضيف. فيما يخص موضوع الحظر الأوروبي، الموضوع هذا من عام 2014 بتفاصيل متعددة مثل ما أشار إليه السيد، خصوصا فيما يخص سلطة الطيران المدني تعاملها مع الملف. الخطوط الجوية العراقية قطعت شوط كبير بهذا الموضوع، عبرت 80% إلى 90% تقريبا من تنفيذ متطلبات السلام الدولية، وكذلك فيما يخص يعني التزاماتها بشأن الحظر الأوروبي. أما عملية استخدام الشركات الأخرى كتشغيل مشترك أو استخدام الطائرات الأخرى مثل ما أشار السيد للشركة التركية، هذا كان من أجل أن تكون هنالك إيصال للمواطن العراقي وعدم يعني انتظار موضوع رفع الحظر الأوروبي، فكان هو علاج مؤقت لحين الانتهاء من عملية. أيضا الخطة الأخرى تشمل أن يكون هنالك حسب قانون خاص قانون الطيران أن يكون هنالك وصول لطائرات الخطوط الجوية العراقية وطواقم الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا من خلال يعني قوانين خاصة بالطيران المدني، وأيضا هذا الموضوع عاملين عليه. أما فيما يخص الحظر الأوروبي، نعم ترأست يعني شكلت لجنة لرفع الحظر الأوروبي برئاسة السيد وزير النقل وعضوية مستشاري رئيس الوزراء الخاصين بقطاع النقل وكذلك المتمرسين في هذا المجال، وأيضا بحضور عدد من الاجتماعات اللي حضروها يعني ممثلي عن شركة بوينغ الأمريكية. كان هنالك أيضا زيارة من قبل منظمة الطيران المدني الأياسة اللي يعني اللي يتعلق الموضوع بها بهذا الموضوع، أيضا كان هناك تباحث بخصوص الموضوع في زيارة السيد الوزير إلى جنيف وتم الحديث عن هذا الموضوع، بالإضافة إلى فتح الموضوع مع السفراء الدول الأوروبية. وزارة النقل ما يعني ركنت لهذا الموضوع أو يعني استهانت به، بالعكس احنا متابعين الموضوع بشكل مباشر، يعرف الأستاذ أن هذا الموضوع موضوع مو سهل، موضوع صعب وايضا به متعلقات اخرى، بس لربما احنا غير يعني مخولين ان نتحدث عن كل ما يخص هذا الموضوع. ذكر لك 3 نقاط، شهاده العاملين والمدققين والرخص. بالنسبه هذا الموضوع هو يتعلق بسلطه الطيران المدني، اما فيما يخص الخطوط الجويه العراقيه احنا فيما يخص يعني صيانه الطائرات وغيرها هذا الموضوع يتعلق بالشركات الام، شركات طائراتنا اغلبها طائرات حديثه، عندنا تواصل مع هذه الشركات في عمليه صيانه الطائرات وكذلك عمليه يعني متابعتها بشكل مباشر. هنالك يعني وفود مختصه تعمل في مطار بغداد الدولي للعمل على هذا الموضوع، بالتاكيد انه شركات الام هي الشركات الاكثر مهنيه في التعامل مع هذه الطائرات، خصوصا ان العراق معروف انه ما بي اخطاء يعني سببت مشاكل يعني وكوارث في طائراتها، وهذا الموضوع يجب ان يحسب للشركه العامه للخطوط الجويه العراقيه. ولكن استاذ ميثم، نعم. المشاكل كبيره، المشاكل كبيره، يعني التركه كبيره ايضا من نفس الوقت. كبيره، نعم. صحيح احنا ما نقدر احنا اليوم احنا اليوم ست احنا عندنا عاده 8 طائرات خلال عام، يعني نهايه العام الماضي بدايه هذا العام عندنا 8 طائرات للخدمه، بعد ما كان العدد 26 الى 24 طائره عاطله، اليوم كاخر احصائيه كانت هنالك 12 طائره فقط. يعني احنا لما نقول انه احنا لقينا 26 طائره عاطله ونرجع ونعمل على اعادتها للخدمه، بالاضافه للمشاكل الاخرى في اللي تخص المطار وغيرها، بعد استلامنا للمطارات بشكل عام يعني كانت هناك زياره المطار الناصريه ومطار البصره، يعني مو بس مطار بغداد لقينا فيه مشاكل، كل المطارات كان بها مشاكل يعني مشاكل كبيره. تم التعامل معها وفق الآلي. اما فيما يخص مطار النجف او شلون يعني مدير عام ممكن انه يستلم من موقع عدنا، تعرف حضرتك انه مطار النجف كان به اشكال، والاشكال واضح يعني جدا كان للمواطن العراقي. تم يعني اختيار السيد عباس باعتبار انه هو مدير عام وكذلك صاحب شهاده وايضا مختص، واستطاع هذا الرجل ان يحافظ على هدوء مطار النجف، وايضا زاد من يعني عمليه تفعيل هذا المطار، وفي الفتره الاخيره وصلنا عرض من الجانب السعودي بزياده عدد الرحلات، وكذلك هنالك عروض من عدد من الدول لزياده عدد الرحلات الى مطار النجف. ارجع لك الى هذه النقاط، نعم. فقط اوجه هذا السؤال للاستاذ فارس، هل تعتقد ان الاياسه ستعيد النظر وتصدر قرار ايجابي لصالح العراق في اجتماعها المرتقب لو راح يؤجل الوضع الى 6 أشهر اخرى؟ كلا سيدتي، وبالعكس راح يمددون الحظر 6 أشهر الجايه،
لان الياسا تنتظر من الخطوط الجويه العراقيه انه تقدم اوراقها. التدقيق شلون يصير؟ التدقيق يصير عباره عن تقديم وثائق، هاي الوثائق عباره عن اسئله هي سالتها للشركه الخطوط الجويه العراقيه تخص موضوع السلامه، تخص موضوع توكيد الجوده، تخص موضوع الرخص مال الكوادر، تخص موضوع مركز الصيانه مال الطائرات، سبع نقاط. هذه السبع نقاط دازتهم هي لياسا. المفروض شركه الخطوط تجاوبهم كدوكيومنت او كوثائق وتدزها. اذا اقتنعت الياسا بهذا الموضوع ترسل المفتشين الخاصين بها الى الشركه حتى تشوف مدى تطبيق هذا الشركه لهذا الموجود بالورق على ارض الواقع. احنا هنا مشكلتنا. يعني احنا حتى في موضوع سلطه الطيران عندنا تدقيق يسموه اليوسو. هذا التدقيق نجحنا فيه انه بالورق، وديت دزينا الورق، رادوا الايكاو يدزون وفد من عندهم لسلطه الطيران حتى يشوفون مدى تطبيق السلطه لهذه الاشياء اللي كتبتها هي حتى تنجح. ما قدرت السلطه تدز على هذول المدققين، فما طول ماكو مدقق فاحنا هاي الست اشهر راح ننتظر. نتامل خلال هذه الست اشهر انه تكون اكو وقفه جديه للشركه، بحيث انه مثل ما قال يعني انا ما استهين بعمل الكوادر اللي موجوده بالشركه. نعم. كوادر جيده، كوادر كفؤة، من مديرها الى مهندسيها الى طيارها، هذه كلها احنا نفتخر بهم. لكن اكو امور اداريه في اداره الطيران، اكو موضوع يتعلق بالسيفتي مانجمنت سيستم، مثلا اداره نظام السلامه، اكو موضوع يتعلق بالكواليتي، يعني اكو شغلات هم دازيها الاوروبيين، يعني مدى تطبيق هذه الشركه لهذه المعايير. احنا لحد الان ما قدرنا. اذا يسمح لي السيد المسؤول اذكره بال 2016 و 2019 جت لجنتين. نعم. صرفنا الحكومه العراقيه صرفت عليها مبلغ طائل من الفلوس. نعم. وضعت توصيات، هذه التوصيات لو كان ماخوذ بها بال 2016 او بال 2019 طبقناها على ارض الواقع بالشركه لكان حاليا الناقل الوطني يجوب سماء اوروبا. يعني شلون نجحنا برفع هذا الحظر؟ لكن المشكله احنا نجيب اللجان يحطون التوصيات ما حد يطبق على ارض الواقع، هذه مشكله. اكثر من مره كتبنا. نعم. اكثر من مره. نعم. فارس أجل. من فضلك. الحل مستنبط. نعم. وموجود، لكن تطبيقه على ارض الواقع صعب، ما اعرف ليش صعب. لا لا الموضوع. نعم. الموضوع. نعم. راح يجاوبنا ويجاوب. الموضوع صعب وسهل بنفس الوقت، ولا عمليه فصل يعني المطارات وعادتها الى يعني وزاره النقل هي احدى يعني متطلبات اعاده يعني الخطوط الجويه العراقيه زي. الى اجواء للاجواء الاوروبيه، والاستاذ يعرف بهذا الموضوع. هذا من اصعب الاجراءات اللي كانت في هذا الملف بشكل كامل بشكل عام. ايضا موضوع يعني التعامل مع منظمه الطيران الدولي اللي تتعلق برفع الحظر الاوروبي وهي الاياسا، هنالك تواصل مباشر بيننا وبينهم، قطعنا شوط كبير في هذا الموضوع. راح احنا حضرتك تعرف انه هذا الموضوع ما راح ينتهي هذه الايام، بالتاكيد راح يتم تاجيل الموضوع للست اشهر القادمه، لكن احنا كوزاره النقل عادين خطط يعني لهذا الموضوع بشكل عام، سواء فيما يخص المطارات او كذلك الخطوط الجويه العراقيه. طيب شنو هي خططكم لتطوير واقع المطارات والخطوط الجويه يعني العراقيه؟ الخطط يعني راح نرجع نعود نقول انه هي تركه ثقيله. الخطوط الجويه العراقيه ملف اعاده الطائرات هو من الملفات المهمه، ايضا ملف اعاده يعني الناقل الوطني. نعم. الى اجواء اوروبا، ايضا ملف اعاده التنظيم الاداري لهذه الشركه. تعرفون حضراتكم شركه بها عدد من الموظفين، كان هنالك يعني استقطاب لعدد من الموظفين بطريقه يعني كلش يعني مرعبه، بحيث هذا ايضا من ضمن الملفات اللي واجهتنا بالخطوط الجويه العراقيه. عمليه اعاده تدريبهم وتنظيمهم، حتى كوادر لقينا يعني اكو نقص بكوادر، سواء كوادر يعني الفنيه وكذلك الكوادر الاداريه المختصه. هذا الموضوع كله سوينا له دراسه، وايضا فعلنا منظومة إعادة العمل بتفعيل المعهد الخاص بالخطوط الجوية العراقية من خلال تدريب بعض المختصين لهذا الموضوع. الموضوع هو موضوع شامل طبعا، ما يتعلق فقط بالخطوط الجوية العراقية والمطارات، أيضا بالتشكيلات الأخرى نفس الأسلوب جاي نستخدمه. يعرف الأستاذ أنه اللي قدم الحكومة الحالية فيما يخص خطوط الجوية العراقية والمطارات ولم يقدم سابقا من 2003 لحد الآن. نعم. وهذا الموضوع يعني واضح جدا. احنا اليوم يوم امس تم اعاده الطائره للخدمه، ويوم غد ايضا راح تكون هناك طائره جديده راح تدخل للخدمه. نتمنى منكم جهود. نعم. مضاعفه ان شاء الله للرقي. نعم. شكرا جزيلا على كل جهودكم. نعم.
مدير مكتب الإعلام لوزارة النقل السيد ميثم صافي، شكرا جزيلا. حياك الله. كما أشكر الباحث والاستشاري في مجال الطيران الأستاذ فارس الجواري، حياك الله أستاذ فارس، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. قبل أن نروح وياكم للموجز الخبري، خلونا نستعرض وياكم أبرز ما جاء في منصة إكس بشأن تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحج الشعبي، لنتابع. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. الشيخ عمار حمودي يزور مضيفي قبيلتي سواعد والبو عيسى ويؤكد أن البصرة ركن أساس في مستقبل العراق. مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحج الشعبي. السودان يوجه بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الأحد المقبل لمناقشة جداول الموازنة. رئيس الجمهورية والنائب محمود المشداني يبحثان اختيار رئيس جديد لمجلس النواب. وزارة الخارجية العراقية تعلن عن إخلاء سبي 11 عراقيا احتجزوا في لبنان. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.